إلى ذلك أكد السيد ناصر الأهلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينيين ورئيس لجنة العقار بالجمعية خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة. أكد أن مبادرة إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتنشيط حركة الاستثمار وبناء الأراضي وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة. لا شك اليوم فكرة وجود منصة استثمارية خاصة بالأراضي الحكومية تعتبر بادرة يعني جيدة في مملكة البحرين ابتديناها من خلال سنتين، وهذه تعطي عن رؤية البحرين طبعا في مجال الاستثمار العقاري والشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة المعقرة. طبعا كحكومة معقرة بدأت الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة في مشاريع كانت قبل ما تكون منصة استثمارية، خلينا نقول مشاريع الإسكان، المشاريع اللي كانت موجودة في السكن الاجتماعي في مختلف مناطق البحرين، فكانت هاي بداياتها طبعا، وكانت من قبلها أيضا وزارة الصناعة أيضا شاركت مع القطاع الخاص في الأراضي الحكومية الموجودة في منطقة الحد. اليوم زادت من هالمشاريع نفسها والشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص أيضا من خلال منصة استثمارية عقارية موجودة خاصة للعقارات مثل ما يقولون في مختلف مناطق المحافظات.